بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، أصحاب السمو والمعالي، تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بمنح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة لمعالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية. يتفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بتقليد الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة.